الإشارة الأولى هو الرواتب التي يتقاضاها التدريسيون في الولايات المتحدة بشكل عام، وإذا أنتم متابعين للمشهد الآن في الولايات المتحدة وخاصة في هذه المنطقة اللي إحنا جايين نعيش بيها، فهنا أصلاً كوارث فضلاً عن يعني بقية الولايات. حاولت أجد فيديو شفته قبل فترة لكن سبحان الله لم أجده، بس إذا أبحث عنه ربما أقدر بعدين أسوي شير وياكم، عن تقريباً 4 أو 5 تدريسيين في إحدى الثانويات الأمريكية مسوين وياهم مقابلات، وهذول التدريسيين يعملون بالإضافة إلى عملهم في المدرسة شغلتين. تدرون هن شنو شغلتين؟ واحدة من التدريسيات تشتغل بمكدونالدز كاشير، وبنفس الوقت تشتغل ويترس بواحد من المطاعم، لأنه تحتاج وقت يعني بعد الدوام، وهذه هي هذا العمل فقط اللي يتيح لها أنه المجال على ما تشتغل بعد الدوام مالتها. وطبعا خاصة أيضا هؤلاء التدريسيين موجودين، طبعا قلت لكم في كثير من الولايات، لكن خاصة هذه السنة وانتوا شفتوا يمكن التظاهرات حتى كانت في ولاية أوكلاهوما، لأنه جايين يعانون بشكل فظيع. اللي حبيت أراويكم إياه أيضا وموجود عندي، بس للأسف أنه ما أصور أكو إنترنت، هو تدرون أنتوا كل الرواتب مال خاصة الأساتذة الجامعيين موجودة في المدارس الحكومية، في الجامعات الحكومية موجودة على الإنترنت، فواحد يقدر يطلع إيش قد يتقاضى كل الأشخاص يعني في الجامعة من خلال البحث على الإنترنت. بردت أراويكم إكسل شيت للجامعة اللي أنا تخرجت من عندها، اللي هي جامعة تكساس في أرلينغتون، وربما راويتها لأحد الأصدقاء، أنه كيف يتقاضى مدرب كرة سلة لديه من الخبرة 23 سنة يتقاضى في هذه الجامعة $300,000 بالسنة، ويتقاضى أستاذ بروفيسور لديه من الخبرة 25 سنة زين في نفس الجامعة $150,000 زين. هذني المعايير حسب شنو أنا ما أعرف يعني بالنظام ترتيب الرواتب وكذا. وكذلك المجالات الإنسانية أتعس وأتعس. أتذكر أحد الأساتذة اللي هو الفلاسفة، أنا أسميهم صراحة أستاذي، في البلاغة الإنجليزية الريتوريك، رحت شفت الهيتش يعني من دواعي الفضول إنه واحد يشوف الأساتذة ما أدري إيش قد يأخذون. رحت شفته يتقاضى $60,000 ولديه من الخبرة تقريبا 12 سنة، وهو مؤلف لكتب وكذا، وإحنا نسميه فيلسوف بس هو قاعد بقسم اللغة الإنجليزية زين. والمدرب الأستاذ الباسكتبول يأخذ $300,000. عموما الشغلة الثانية بالفيديو اللي حبيت أشير لها، أنه أيضا هو سر أطلعنا عليه أستاذي في الماستر، وهو الستاندرايزد تيستينج. شفتوهن يمكن وشايفين هاي السكانترونز اللي يسموها سكانترونز، هذني طبعا نستخدمها بالتدريس يعني الثانوي، وأيضا موجودة بعدين بالنظام التعليم العالي أيضا بالجامعة. واحدة من مشاكل النظام التعليمي الأمريكي from K to 12 هي هاي هذا النظام الامتحانات المعيارية نسميها، أو standardized testing، تجبر المدرسة كلها أنه فقط تصب اهتمامها على هذا الامتحان. بالبلدان العربية ربما احنا نسميها امتحانات وزارية أو بكالوريا، وإحنا دائما ربما نقول هنا ماكو بكالوريا، بالعكس هنا في الولايات المتحدة يمتحن الطالب من بداية دخوله إلى المدرسة إلى نهاية خروجه من المدرسة بهاي الـ 12 سنة 30 امتحان تقريبا، 30 امتحان هو بحديثنا احنا يعني نسميه بكالوريا، يعني 30 بكالوريا ياخذ. ليش؟ لأنه المقاطعة تريد تعرف
شنو الطلاب دي يسوون، ايش قد مستوياتهم. الوزارة تريد تعرف، الستيت يريد يعرف. فكل جزء او كل صنف من هذه المصنفات في النظام يريد يعرف انه ايش قد، وكل واحد يريد فد مقياس معين حسب امتحاناته هو. شنو هو السر؟ السر انه سألناه كطلاب للأستاذ، قلنا له انتوا في انتوا تدرسون انه هذه اخطاء، زين انتوا كأساتذة يعني منو إلى تأثير على هذول الأصحاب القرار اللي يسوون هذين الأشياء؟ خو خلص هذا شفناهن غير جيدات يعني وغير نافعة، وأنه جاي الطالب فعلا يركز على هذين الامتحانات وما جاي يتعلم، فتركوهن. تدرون شنو جاوب؟ قال أنه المسألة مو بهذه السهولة اللي تصوروها، لانه هذه المشاريع قائمه على بزنس كبير في قطاع الادكيشن هائل، ويجيب لنا فلوس وياخذ من عندنا فلوس ويستنزف من عندنا اموال. فتقريبا هو كل يعني المشروع هذا التعليمي ايضا مخلوط في التجاره ويعني الاموال وهذه الامور. عموما هذا ما لدي، وشكرا لكم لاصغائكم، وارحب باي سؤال او ملاحظه عندكم او تعليق. بس اذا تسمح لي ساعه. تفضل دكتور. العرض اللي تفضلت فيه يعتمد على شغل ميداني، صح؟ على شغل ميداني، يعني الإحصائيات هي بحث ميداني مو بحث مكتبي. يعني أنت هل حاولت من جهتك أنت أن تتأكد من هاي الإحصائيات؟ يعني هل مثلا وزعت استمارات على طلبة، على أساتذة، حتى نشوف أنت جهدك الشخصي أين يقع؟ لأنه الاعتماد على المصادر، يعني أنت أكاديمي، الأكاديميين يعرفون الكلام، الاعتماد على المصادر يعني قد يوقع في الوهم. يعني كثير من المصادر معتمدة على مصادر، وهاي المصادر ربما ما موجودة. يعني أنا شايف كتب أكاديمية يعني متخرجة من جامعات بها مصادر غير موجودة، الأستاذ ما عنده وقت يشوف هذا الكتاب موجود لو ما موجود. فحضرتك يعني أنا استمتعت بمحاضرتك، يعني هل من جهتك حاولت أن تسوي بحث ميداني في مدرسة في أي شيء؟ شكرا جزيلا. أحسنت، شكرا جزيلا لك دكتورنا العزيز. بالنسبة للبحث صراحة أنا إحنا طبعا نعتمد الاستقراء في يعني استقراء ما هو اصلا موجود والابحاث اللي جاريه. هذه الابحاث اللي موجوده والدراسات هي موجوده من يعني توفرها وزاره الاحصاء الامريكيه، وايضا توفرها وزارات معتمده في الولايات المتحده. وصراحه انه ان يذهب شخص، مع تقديري لكل شخص يذهب ويجري احصاء او استبيان او بحث، هذا راح يعني النتيجة مالته راح تكون احنا ما نسميه استقراء ناقص، لانه ما اقدر اني اروح افتر مثلا، عفوا يعني افتر مثلا بالمدارس واشوف مثلا ايش قد ياخذون الطلاب بالامتحانات مالتهم. هو شيء اكبر من جهد شخصي. عينة عشوائية. عينة عشوائية اخو طبعا احنا مسوين يعني، واحنا ملاحظين. انا اعطيك مثال، أنا أعطيك مثال من الدرس اللي الصف مالتي اللي كنت أدرس فيه، وهذا الحديث في تكساس مو ميشيغان. كان عندنا
تدريس رواية 1984 مال جورج أورويل، تعرفوها. في هذاك الدرس كان هناك بعض التمرينات اللي انه يجب على الطالب يكتب العنوان ومال بيته او مدرسته على مود يعني يكمل هذا التمرين المعين. فاجأني احد الطلاب اللي هو صف ثاني عشر هذا الحديث، واحنا ندرسهم ادب وروايه وكذا، انه لا يعرف شنو يعني زيب كود. عارفين الزيب كود الرمز البريدي؟ قال هذا أنا ما سامع بي بحياتي، شنو يعني زيب كود؟ قلت له أنت لازم تذكر عنوان بيتك، اسم الشارع وش اسمه، وبعدين يعني البلوك وكذا، وتكتب أخير شيء زيب كود. قال ما أعرف شنو يعني زيب كود. قلت له Are you kidding me؟ قال No. قال I'm not kidding. هذا إحنا نتحدث عن طالب عمره 17 18 سنة ما يعرف شنو زيب كود. هاي فتشي في عينة بسيطة يعني. أحسن في حالة بعد السؤال يا صدق. أولا أنا أرحي إذا أنا غلطة، يمكن أنا سهل من العراق. شكرا لإتاحة هذه الفرصة المفيدة والجيدة والجميلة. الصدفة أنه أنا قبل يومين ربما أو ثلاثة أيام ليس أكثر شاهدت على شاشة CNN حول موضوع التعليم education في العالم، وظهر أمامي على الشاشة أنه ترتيب الولايات المتحدة الأمريكية في education 30. استغربت، أنا لم أكن أتوقع أنه أمريكا تأتي في المرتبة الأولى.